مشاهدينا، إذن قبل التطرق إلى قصة اليوم لا بأس أن نذكركم أنه سيكون في ملف النقاش عن الحرب السيبرانية، وسيكون لنا في فقرة الحدث للحديث عن جائحة كورونا، عن الإحصائيات العالمية وما تعلق بهذه الجائحة. إذن ميليسا، يا ترى ما هي قصة اليوم؟ قصة اليوم أمال ومشاهدينا تتعلق هي كذلك بالعملية العسكرية في أوكرانيا والأحداث الجارية هناك، لكن ليس على الأرض وإنما على شبكة الإنترنت التي تفرض نفسها كمساحة إضافية ثانوية للمعركة والمواجهة بين الأطراف. قصة اليوم تروي لنا كيف أن الحرب في أو الحروب في العصر الحالي لم تعد تدار على وقع ضجيج الدبابات والطيارات والصواريخ، وكيف أصبح أو كيف أصبح جانب منها صامت، حرب بلا ضجة. كل ما هو إلكتروني اليوم أصبح يهدد بشل قدرات عسكرية يفترض أنها جبارة على النحو الذي يقلب كل مدارس الدفاع الاستراتيجي في العالم. فبحسب خبراء فإن حربا من نوع آخر اندلعت قبل ما يسمونه بالحرب الفعلية في أوكرانيا، قبل يوم من العملية الروسية. استهدفت مواقع حكومية مهمة في العاصمة كييف، وكذلك مقر الحكومة والبرلمان ووزارة الخارجية ومؤسسات الدولة الأخرى. وحملت أوكرانيا بالطبع موسكو مسؤولية الهجوم السيبراني، وعثر المتخصصون على برامج تسمى بالماسح أو الوايبر بالإنجليزية. هو برنامج ضار يمكنه حذف الكثير من البيانات من دون ملاحظة ذلك. طبعا أعلنت الحكومة في كييف عن البحث عن متطوعين أو مواهب قادرين على صد هجمات القراصنة الروس والتحضير لهجماتهم الخاصة على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الروسية المهمة وتشكيل جيشها الرقمي أو ما يسمى بالآي تي أرمي. لربما ميليسا كنا قد شهدنا قبل أيام من الحرب في أوكرانيا أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كذلك قرصنة الكثير من الحسابات الشخصية الرسمية لعدد من الأوكرانيين هناك. بالفعل أمال، ولكن التساؤل من قام بذلك؟ وسمعتم مشاهدين حتما بمجموعة اسمها أنونيمس، هي شخصية الأساسية بالفعل في قصتنا لهذا الصباح. وأنونيمس هي مجموعة من الهاكرز انضمت بحسب صحيفة البايس الإسبانية إلى الاستراتيجية الأوكرانية، ويعود الفضل إلى هذه المجموعة في اختراق مئات كاميرات المراقبة في روسيا لنشر رسائل ضد العملية العسكرية في أوكرانيا، إضافة إلى تنسيق حملة ضخمة لإرسال بريد إلكتروني عشوائي للروس حول حقيقة ما يحدث في أوكرانيا. مجموعة أنونيمس أمال هي مجموعة غير منظمة، لا مركزية أقول، ما يسمح لأي فرد أو منظمة بالعمل تحت اسمها. وقد ألهم عمل أنونيمس هذه المجموعة العديد من المجموعات المماثلة، وأعلنت مجموعة مثلا السايبر بارتيزنز البيلاروسية التي أعلنت في بداية الصراع أنها قامت بتخريب خدمات القطارات التي نقلت القوات الروسية في بيلاروسيا. أيضا لدينا مجموعة كونتي التي هي مجموعة مماثلة أعلنت دعمها لروسيا وانتقامها من البنى التحتية الحيوية لأي شخص يشن هجمات إلكترونية على روسيا حسب ما نشره موقع فايس أواخر شهر فبراير. تتمتع مجموعات القرصنة أمال بسمعة طيبة لكونها تحارب من أجل العدالة عبر الإنترنت، الأمر الذي يجلب لها الاحترام بين مجتمع القراصنة ومجتمع المستخدمين. وليس من قبيل المصادفة أن أنونيمس المجموعة الأكثر شهرا أو شهرة في الفضاء السيبراني تستخدم كصورة تعريف لها قناع جاي فوكس، وهو قناع القناع المستخدم في فيلم في فور فونديتا كرمز للمقاومة ضد الاستبداد، ما يروق لأولئك الذين يريدون تنفيذ هجمات إلكترونية دون الكشف عن هويتهم. إلى أن الآن أمال من السابق لأوانه تحديد مدى فائدة هذه الهجمات السيبرانية في ظل ما يحدث في أوكرانيا، إلى أن المعلوم أنه من المرجح أن تستمر الهجمات الإلكترونية في التصعيد على كلا الجانبين بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. بعد هذه القصة ميليسا، أعتقد أن مثل هؤلاء الهاكرز هم في الحقيقة منظمين جدا، لأنه ليس هناك نظرية العشوائية، كل شيء عنده هدف معين. بالفعل، ولكن يبقى التساؤل من يدير هذه المنظمات ومن يبقى وراءها مجموعة الهاكرز هذه؟ لربما من يسيرون العالم؟ بالفعل. ننتقل وإياك ميليسا مشاهدينا بعد هذا الفاصل في قراءات